بعد استقالة التيار الصدري، هل الصدريون قلبوا المعادلة؟ هل أمل تشكيل حكومة بشكل سريع بات سراب أو بات بعيدا إن صح التعبير؟ نعم، تحياتي لك أستاذ أحمد وزميلتك وجمهوركم الكريم. الحقيقة هو هذا المسار جنابك تدري، إحنا حديثنا واضح، وما خطينا منهج المعارضة وأعلننا الجبهة العراقية الوطنية المعارضة كنا نخاطب العالم بأن هذا النظام السياسي يحتضر لعدة أسباب. هذا البسمار، يعني المسمار الأخير في نعش هذا النظام، قد يعني أطرقه السيد الصدر، وبالتالي لم تعد هنالك طاولة أصلا الحقيقة كي تقلب. الآن أكو مسألتين، هناك خوف وقلق من الأطراف اللي تعتقد أنها فازت في هذه الجولة على الصدر، وقلقة جدا، ولاحظ طبيعة الخطابات وآخرها ما ذكرتوه جنابكم في تقريركم أنه هادي العامري يلجأ مرة أخرى إلى مرجعية النجف، وكأنما هو يتخلى عن مرجعيته التي كان يتباهى بها، مرجعية الخامنئي. وبالتالي هذا يكشف لك دلالة القلق اللي هم عايشيه. هم راح يعني يشربوا من نفس الكأس، لأنه التحالف ذاك الآخر إذا صمد، يعني أقصد تحالف السيادة زائدا الديمقراطي، إذا صمد وبقى يمتلك تقريبا أيضا ثلث معطل، وهنا تعود الكرة كما كانت يعني جنابك. لذلك ليس أمل في تشكيل حكومة، وما عندهم قدرة على حل البرلمان، والأوضاع سوف تبقى بهذا الشكل المشلول. أنا منذ اليوم الأول في أكتوبر من العام الماضي في يوم جراء الانتخابات قلت لن تتشكل حكومة، لأنه الانقسام أصبح طوليا هذه المرة، والانقسام الطولي من الصعب علاجه أستاذ أحمد. الآن فقط الأسلحة في يعني السلاح في غمده، إذا ما سحب هذا السلاح تحصل الكارثة التي يعني يتخوفون الآن منها، ويذبوها برأس إسرائيل والإمارات. هذا الخطاب اللي أصبحت اسطوانة مشروخة يعني. نعم. هو طيب. أنتم سئتم أحمد، نرحب بك ثانية. نعم. في حصاد التغيير. نعم. الانقسام الذي تفضلت وتحدثت عنه، هل هو بالسياسي فقط أم يمتد ليصل إلى ذلك الشعبي؟ وأيضا يعني في الشق الثاني من السؤال، كيف ترى مراهنة السيد الصدر على الشارع وتعويله أيضا على ثقله الميداني والشعبي؟ هل هناك ثقة بالفعل من قبل الشارع بالصدريين وتحركاتهم؟ نعم، خلي جوابك من الأخير حتى أرجع، لأن هذا الجواب الثاني مرتبط بالسؤال الأول. شوفي، هناك مفهوم بالسياسة اسمه الجماعة، أن تكون للجماعة أو تكون للجميع. الصدر وأيضا حتى القوى الأخرى نزولا من كردستان العراق وصولا إلى شواطئ البصرة، كل القوى السياسية هي جماعات. أكو جماعات شوية منفتحة وأكو جماعات منغلقة. الصدر جماعة تكاد تكون أكبر نسبية من باقي الجماعات، لذلك الصراع اللي يعتقد أو يتم التصوير أو رؤيته في المستقبل لن يكون صراعا شعبيا يعني حادا كما يعتقد، لكن هو صراع جماعات وتصفيات واختيالات تحصل، هذه متوقعة. لن يكون هناك صراع شعبي، بالعكس الشعب العراقي بقواه الثورية الحقيقية سوف يكون مراقبا لهذه الأحداث لكي ينقض على هذه يعني الفئة الباغية اللي عذبت العراقيين وآذتهم. وأعتقد أنه هذا النظام السياسي حتى عالميا بدأنا نلحظ احنا الحقيقة خلال بعض الدوائر، أنه بدأ يعني رؤيتنا اللي طرحناها منذ سنوات بأن هذا النظام يجب أن يزال، لأنه ما أجى بإرادة العراقيين، أجى بإرادة محتل، وهذا المحتل للأسف سلم إلى دولة أخرى احتلتها واللي هي إيران خلال أحزابها وقواها. ما عاد له قدرة على العيش، فقد قدرته على التجديد. هناك رفض شعبي واسع الحقيقة، ليس متمثلا فقط في الانتخابات ونسبة المشاركة، وإنما بالتفاعل الشعبي. وروحي جنابك إلى السوشيال ميديا وشوف العراقيين ايش يكتبوا وش يعلقوا، بغض النظر عن مدرسة التسقيط اللي هم أوجدوها، هذا التسقيط اللي يحاولون ينالوا منه كل شخص وطني أو مشروع وطني، لكن أنا أتحدث عن النخب الواعية. وشوفي جنابك شو كتبوا، وشوفي الإعلام العراقي رغم من الضغوطات اللي احنا نقدرها، لذلك أحيانا ما ننفتح كثيرا بالحديث لأن نعرف وسائلهم الخسيسة اللي لا بدوا يستخدموا القضاء وغيرها من الأساليب لقمع الإعلام،
لو فتح الحقيقة هذا المناخ للعراقيين بالتعبير عن إرادتهم بشكل حقيقي، راح أقول لك بكل تأكيد هذا النظام لن يستطيع أن يصبر ويصمد. ملاحظة واحدة فقط، أنه حركة الصدر قد ينظر لها سياسيا هي حماية هذا النظام.